مساكم حلو ومليان حب وطاقة إيجابية مشاهدي العالم سوريا، حلقة جديدة من دامسكو، فقرات عديدة ومواضيع متنوعة. مساء الخير إبراهيم. مساء الخير فارس، سعد مساك ومساء السادة المشاهدين، وأهلا وسهلا فيكم كل حدا انضم لنا على قناة العالم سوريا وقرر يتابعنا ببرنامج دامسكو لليوم. طبعا فارس، عندنا العديد من المواضيع الشيقة وأيضا المعلومات المفيدة رح نستعرضها خلال حلقتنا لليوم، وخلونا مثل ما عودناكم دائما نبدأ مع أبرز عناوين حلقتنا لليوم. قصة انتصار بعدسة رشا. هل سيصبح الهيدروجين وقودنا؟ عن كوين العرب الراحل. مثل كل بداية بحلقة دامسكو منكون مع لغة الشعوب وغذاء كل المحبين. خلونا نروح سوا لنسمع الفصل الموسيقي ونرجع. كثير مواقف ما بنعرف من وين ممكن تكون البداية الجيدة للدخول بالموضوع، ولكن بحوارات الانتصارات على الأمراض بيكون الشخص نفسه هو بحد ذاته قضية انتصار. كيف إذا كان هذا الانتصار على أخطر أنواع الأمراض، مرض السرطان؟ لهيك بيكون الحديث عن رحلة علاج شاقة مليئة بالأوقات العصيبة، لكن اليوم بنحكي عنها ببسمة انتصار ونبرة فخر. طبعاً، وبدنا نرحب اليوم برشا اللبان ونقول لها أهلا وسهلا فيكي، وهي المصورة الصحفية بوكالة سانا واللي انتصرت مؤخراً أيضاً على مرض السرطان. ميت أهلا وسهلا. هلا فيكم. أهلا وسهلا فيكي يا رشا، والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا رب. تحياتي لك. البداية رشا، اسمحي لي أسألك، أول ما عرفتي بأنك مصابة بمرض السرطان، ومنعرف قديش هو مرض خبيث يعني ممكن يحطم نفسية الشخص، بس أنت واجهتي، كيف كانت مواجهتك له بالبداية أول ما عرفتي؟ كثير عادي. كثير عادي. يمكن السبب اللي قواني هو أنه في تجارب سابقة بالبيت، في حدا كان عندي مريض، هنا ثلاث أشخاص، تقبلت الموضوع بكل بساطة، ما كان عندي أي مشكلة نهائياً. يعني فينا نقول أنت كنت متوقعتي بكون الوراثة أو شيء؟ أبداً، يعني حتى أنا ما كنت فكر أني أعمل فحوصات نهائياً. تمام. يعني مع أنه كان دكتور ماما أو دكتور أختي اللي أنه لازم تعملي فحص كونه في أكثر من حدا بالبيت، أنا كنت رافضة الموضوع، يعني لو ما حسيت أنه في شيء ما كنت بروح نهائياً عند الدكتور. تم كشف المرض مبكراً؟ مبكر جداً، يعني هذا الشيء الإيجابي كان بالموضوع. في شيء قال لي يا الدكتور أنه أنت من العالم المحظوظين أنك في مرحلة مبكرة لهي الدرجة تقدري. كيف كانت الطريقة مشان اللي عم يشوفنا يستفيد من خبرتك وتجربتك؟ هلا يعني بالصدفة انه كنت قاعدة بالبيت فحسيت انه في شيء قاسي، انه قلت خلص بكرة بدي روح شوف شو المشكلة، او ولا خطر ببالي نهائيا انه ممكن تكون هيك القصة. قال لي انه في كتلة ولازم نعمل عملية، عملنا اول عملية وكان بالصورة كمان ما انه مبين. تمام. هاي بعطينا يعني درس كتير مهم، يعني صحيح. انه لا يعني ما نتجاوز اي عارض صحي ممكن يكون. مزبوط. فبعد التحليل للكتلة انه طلع فيها نسبة سرطان، وقررنا نعمل عملية تانية. بعد العملية التانية كان في علاج كيميائي وعملته، الحمد لله خلصت من حوالي 20 يوم تقريبا. تمام. طيب، إذا بدي أحكي عن رحلة العلاج، هي رحلة مثل ما قلت هي رحلة شاقة جدا مليئة بالأوقات الصعبة، لحظات ما بتنتسى، بتضل محفورة بالذاكرة. بشكل هيك ملخص، أصعب مواقف اللي تعرضتي لها، أصعب موقف هيك اللي ما ممكن تنسيه؟ صعبت كثير، لأنه يمكن أنا كنت عم تعامل مع الموضوع بكثير بساطة فما حسيتها صعبة نهائيا.
يعني أنا كنت عطل نهار واحد هو يوم الجرعة بس، بس فترة الصبح الظهر أطلع أعمل مشاويري وعيش الحياة عادي، حتى أوقات ممكن يصير في وجع بالمعدة أو دوخة أو أي شيء أعراض تانية كنت حاول أتجاوزها قدر المستطاع، يعني أنه أتعامل مع قريب رشح كأنه أي شيء عادي. طيب يعني صورة نمطية للأنثى والشيء اللي بيميزها يعني وبيميزها بجمالها هو شعرها يلي صعب أن تتخلى عنه، ولكن صح. بالنسبة لإلك رشا يعني صرتي تنزلي صورك وهلأ طالعة معنا بلوك جديد يعني أو شيء، فهل هي اعتبرتيها وسيلة تحدي أو كيف؟ هلأ يمكن هي وسيلة تحدي ورفض لأي شيء بيفرضه علينا المجتمع. يعني أنت مثل ما قلت هي صورة نمطية، أنا دائماً بحاول أتجاوز هاي الصورة النمطية وما تقبلت يمكن أنه أنا يروح شعري بدون إرادتي، فأول للمرة الأولى أنا رحت قصيته كتير قصير، بعدين راح بعد كم يوم بسبب أثر الجرعات. تمام. شفنا مبارح أولت مبارح يمكن أنت نزلتي الصورة وانتشرت بشكل كبير صح. على مواقع التواصل الاجتماعي، زملائك رفقاتك مزبوط. اللي شفناهم عم يتفاعلوا بشكل كتير كبير على هاي الصورة، الزملاء الصحفيين اللي مباشرة بادروا وعدوا المواد الصحفية، قديش هذا الشيء كان دافع وحافز، قديش أواكي؟ هلا قواني كثير، هو كان شيء ايجابي كمان، انبسطت كثير انه هو قدم دعم لكثير اشخاص كانوا خايفين انه يواجهوا هذا الموضوع. يعني كثير بنات او اشخاص وقت اللي بيروح شعرهم او بيخسروا شيء معين بيصيروا بيتخبوا ما بيورجوا حالهم للعالم، ساهم هذا الموضوع كثير، يعني عطى طاقه ايجابيه للعالم. طيب مثل ما بنعرف كان في إحدى زميلاتنا كمان الموجه لها تحية عبر شاشة أكيد. العالم سوريا زميلة ليزا ديوب يلي أيضا كانت عم تعاني من مرض السرطان وقدرت بعد سنين وفترة مزبوط. علاج أنها تنتصر عليه ورجعت تمارس عملها وحياتها الاجتماعية، فكان في تواصل بينك وبينها مثلا؟ لا أبدا ما صدفت أنه كان في تواصل نهائيا. تمام. طيب بالنسبة للحمية بيقولوا فارس انه بعض الاطباء انه مريض السرطان يفترض انه ما ياكل حلويات او يبعد عن كل شيء فيه سكر، فيا ترى انت التزمتي بالحمية او لا؟ لا ابدا، يعني هلا انا سالت اكثر من دكتور قال لي ما في شيء مثبت علميا بالنسبه لهي القصص، وانا عايشه حياتي طبيعي تماما، يعني شوكولا حلويات هاي القصص بشكل يومي ما انقطعت عن اي شيء نهائيا. طيب الشوكولا ما فينا بلا ما فينا بلا رشا، مثل ما قلت من لحظات كنتي حدا قوي تحدى، استمد القوة من كثير من المواقف الصعبة من الأشخاص اللي كانوا حواليه. أكيد أحد المواضيع اللي لفتت الانتباه وهو تصريح أدلتي فيه بأحد المواد الصحفية أنه أنت ما قطعتي عن الدوام حتى خلال فترة العلاج، يعني كان في كنت عم تنزلي يمكن تاخدي يوم بعد الجرعة أو يعني شو كان الهدف من هذا الموضوع؟ ليش ما هو يمكن الأفضل كان الراحة أكيد بها. هو يمكن أنا حدا ما فيه يقعد بشكل عام لازم يضل عم يشتغل شيء، ما كان صعب كتير، يعني حتى بعد أول عملية يمكن 3 أيام قعدت بالبيت، الثانية كانت أصعب كانوا حوالي 8 أيام ورجعت داوم. هلأ العملية الثانية كانت أصعب لأنه هي بتأثر على الإيد شوي، وأنا دائماً بستخدم إيدي صحيح. يعني التصوير. بشكل دائم الكاميرا بإيدي، حاولت يعني حتى لو كان في ألم كنت ضلني عم بشتغل، صار تحدي الموضوع بالنسبة لي، ما في شيء رح يوقفني عن شغلي أو عن الأشياء اللي أنا بحبها. تمام إن شاء الله هلأ تعافت الحمد لله، الأمور ممتازة وكل شيء كتير منيح الحمد لله. الحمد لله يا رب. أكيد نحن متابعين معكم مشاهدينا ومع زميلتنا رشا اللبان، ولكن خلونا نشوف أصدقاء لرشا شو حكوا عنا وشو حكوا عن تجربتها، منتابع سوا بالتقرير التالي. تجربة المرض يمكن هي تجربة جيدة رغم ألمها رغم وجعها، بس تجربة بتخلينا نعرف قيمتنا عند العالم وقيمة العالم عنا. أنا بحبك كثير وبشوف فيك أمل وتفاؤل ومستقبل وبحبك. رسا أثبتت لنا كتير إنك حدا كتير قوي وكتير منكبر فيه وكلياتنا منحبك. رشا البنت اللطيفة القوية اللي بحبها كتير، مع إنه مو من زمان منعرف بعض،
بس الفترة اللي كنتي أنت فيها بعد دين المرض، أنا كنت عم مر بتجربة مشابهة. كتير كنت خايفة، كنت كل يوم أسأل كيف رشا، شو صار مع رشا، بدي أخذ القوة. يعني أنا أسمع أخبارك يعني أخجل من حالي، أخجل إنه أنا ليش خايفة هيك، إنه شو بده يصير. خوي للي إنه أنا كان ممكن يكون الأشخاص بعطيكي معنويات، لأنه أنا فقدت أمي بهيدا المرض، فقدت ستي، فقدت مرت عمي، أصيبت في خالتي وبيي. فبفهم إنه المصاب بالكانسر والمحيطين فيه بيتعرضوا لانهيار اجتماعي ونفسي. فكنت حاطه بحاول اعطيك معنويات، ولما حاول دق لي تشوفي كويني تقولي لي انا بالجيم، يمكن اعطوني ترشا انت كيف بالجيم. انه تفاجئ انا من المعنويات العاليه اللي هي اقوى من معنوياتي انا كرجل. فانا يعني بحييك، وانا بوجه بدعو بالشفاء العاجل لكل مرضى الكانسر، والالتفات لكون الأهمية إنه كون المعنويات العالية هي جزء من العلاج. رشا، هذا الفيديو استغرق إعداده ساعة ونص. نحن يعني تواصلنا مع أحد المقربين وفورا بادروا. يمكن هي جرعة من جرعات التعافي، نحن نقول بعد التعافي. قديش كانت مهمة، قديش كان مهم وجود هدول الأشخاص. يمكن البعض منهم ما كان متواجد معك بفترة العلاج، بس أكيد كان في أشخاص مثلهم هن سند، هن مثل ما قلت جرعة من جرعات التعافي من المرض. كتير تفاجأت أول شغلة بالتقرير، واللي صدف إنه الأشخاص اللي أنتم مختارينهم هن من الأقرب كانوا إلي، كانوا معي طول الفترة تقريبا على تواصل يومي أنا وياهم. بقول لهم انه انا بحبكم كثير، وشكرا كثير لدعمكم بكل الفتره اللي مرقت، وشكرا انكم رفقاتي وموجودين بحياتي. اكيد دائما موجه لهم تحيه، وايضا التحيه الكبيره لك. يعني والدعم النفسي هو جرعه بالاضافه لجرعات الاخرى الطبيه وايضا الحيويه. جرعه الجرعه النفسيه هي الاهم، وخصوصا بالانتصار على هذا المرض. ما فينا نستضيفك وما نحكي عن الجانب المهني، كونه نحن كنا صحفيين يعني. فبدنا نسالك، كونك مصوره صحفيه، عن اكثر صوره التقطيها وكان لها تاثير بالنسبه لك او بالنسبه للمحيط وللوسط. لا، في كتير صور كان لها تأثير، بس في شيء معين ما نشر هو فعليا كصورة صحفية. أنا بس نشرتها على صفحتي. هي كان صورة أخذتها بجنيف لظلال الوفد المعارضة السورية، وحقيبة كانت لهم خلفهم، فهن مجرد ظلال ورح يبقوا ظلال بتأثيرهم على سوريا، على وجود سوريا وعلى قوتها. دائما المصور الفوتوغرافي رشا بيكون في عنده توجه، بيكون في عنده اهتمامات. قديش اختلف اليوم النهج اللي حتمشي عليه رشا بعدستها قبل وبعد المرض؟ رح يأثر هذا الموضوع على توجهك المهني؟ خليني أقول لا، ممكن يأثر أكثر. أنا كنت أحب الجانب الإنساني، حاول أوقات كتير أني ركز عليه. يمكن هلأ قدر تصير ركز عليه أكثر بجوانب معينة، لأنه دائما الجانب الإنساني هو الأهم بأي شيء. نحن بدنا بس منك قبل ما نختم معك نصيحة أخيرة لكل حدا ممكن بعيد الشر، يعني بعيد الشر عن جد منقول، بس هو شر لابد منه يعني. صحيح. ممكن يكون موجود. شو بتنصحي أي حدا ممكن يكون بمكانك أو ممكن يتعرض لتجربتك رشا؟ وما يخاف أبدا، يواجه الموضوع بكل بساطة، مثل كأنه أي مرض عادي، مثل كأنه قريب رشح أي شيء، ما يخاف منه، لأنه وقت اللي رح يخاف رح يقدر المرض يتغلب عليه. إذا واجهه بكل قوة وتحدى مستحيل يقدر يتغلب عليه. تمام، بدنا نشكرك كثير رشا. الحمد لله على سلامتك مره ثانيه، شرفتينا ونورتينا باستديو دامسكو. ان شاء الله باللقاءات القادمه بنكون عم نحكي عن نجاحاتك. الله يا رب. شكرا كثير لك كمان رشا بدوري. انا بدي اتشكرك وبدي اتشكر قوتك وعزيمتك وارادتك، واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا كثير. اما هلا مشاهدينا رح ننتقل لموضوع اخر، يعني على طول بنحكي عن اعاده التدوير وايضا استغلال اي ادوات ممكن انها تكون موجوده بالنفايات، ولكن هاي الادوات اذا استغليناها ممكن نعمل
بتعمل منها كتير شغلات حلوة. ومثال على ذلك بدمشق منشوف الحائط تبع مدرسة نهل آصف زيدان على أوتوستراد المزة، شفنا أنه إعادة تدوير القمامة عملت لوحة فنية كتير حلوة. اليوم بدمشق ونحن رح نتناول هذا الموضوع، ولكن ما رح نقلكن عن شو، رح نترككن تتابعوا سوا بهالتقرير التالي. مرحب فيكم عن جديد مشاهدي دمسكو، وهلا صار وقت نقول مساء الخير لمجدولين. يسعد مساكي. يسعد مساك فارس، ومساك خير ابراهيم. يسعد مساكي مجدولين، ومساكي ومساء الاخبار كمان اللي جايبتينا اياها اليوم. معنا العديد من الاخبار فعلا، بس قبل ما نبلش فيها خليني حيي مشاهدينا وما كنتوا عم تتابعونا، وحنبلش معكم اولى اخبارنا بالعالم انفو لليوم. بس قبل ما نبداهم رح اسال هلا فارس وابراهيم، عاده الهيدروجين لشو بيستخدم بحياتنا اليومية؟ يعني إذا قلنا بدنا نستخدمه بحياتنا اليومية بشو بنستخدمه؟ لا أنا بعرف المواد الغذائية بيتم هدرشتها مثل السمنة والزيوت، ما بعرف له يعني في له استخدامات متعددة. أنا كمان أحدى هاي الاستخدامات ممكن أنه ينفخوا المناطيد الهوائية في الهيدروجين، هيك بعرف. هلا حيكون في له استخدام جديد له علاقة بجعله كوقود. كيف؟ أجريت دراسة بجامعة كيل البريطانية تجربة أولى حول مزج إمدادات غاز طبيعي بنسبة 20% من غاز الهيدروجين بغاية استخدامه كوقود، واختيرت نسبة 20% من الهيدروجين لأنها بتوفر مزيج مثالي ما بيأثر على أنابيب الغاز والأجهزة المنزلية أيضا، وهذا الشيء بيؤدي لتقليل كمية استخدام أو إفرازات ثنائي أكسيد الكربون المنبعثة جراء استخدام الغاز بالتدفئة وأيضا الطبخ وغيرها بمقدار حوالي 6 ملايين طن. وطبعا يعد وقود الهيدروجين نسبيا هو وقود صديق للبيئة وبديل عن العديد من أنواع الوقود الأخرى يلي بتنتج عن الغازات الدفينة يلي ممكن تساهم بظاهرة الاحتباس الحراري. عدا عن هيك غاز الهيدروجين لو احترق فما رح ينتج عنه غير المي، لهيك يعتبر هو صديق للبيئة. ففينا نقول في عنا نوع جديد من الوقود دخل على حياتنا. كثير حلو، هو صديق للبيئة وهذا اللي بدنا اياه، لأنه البيئة ما عاد تحملت بصراحة يعني. صحيح طبعا أكيد. أما هلأ خلونا نروح لفكرة الذكاء الصناعي يلي نحن كل مالنا فترة عن فترة عم بتزيد أكثر، وطبعا باكتشافات الإنسان لهذا الواقع الصناعي أو الاصطناعي فعم يوصل لدراسات عديدة. فدراسة اليوم هو أن الذكاء الاصطناعي هو أكثر دقة من الأطباء برصد سرطان الثدي عبر تقنية الماموغرام أو فحص الثدي بالأشعة. الجديد أنه في فريق دولي تضمن باحثين من جوجل هيلث وأيضا كلية إمبريال كوليدج لندن صمموا نموذج حاسوبي ودربوه على فحص صور أشعة إكس لنحو 29,000 امرأة، وتفوق النموذج الحاسوبي على 6 من الأخصائيين اللي متخصصين بقراءة الأشعة، بالإضافة لأكثر من طبيبين متخصصين بالكشف عن سرطان الثدي. طبعا فينا نقول انه الذكاء الاصطناعي مستحيل يغني عن وجود الانسان قد ما تطورت العمليات الاصطناعيه، الا انه طبعا عدا انه اساسا الذكاء الاصطناعي ما له داخل بشكل متجذر ومتاصل بالعيادات العلاجيه لحديت هلا،
ولو دخل فهو ما رح يغني عن الإنسان، لأنه على الأقل بحاجة إنسان واحد أخصائي لحتى يقود العملية الاصطناعية. هو بحد ذاته الذكاء الاصطناعي يعني من صنع الإنسان كمان. طبعاً أكيد. فلولا الإنسان غير قادرين على المشروع. وكتير ضروري يعني خصوصي بالكشف عن هاي الأمراض الخبيثة يكون في ممكن إنه يعني يستثمر الوقت. تمام. باستقراء من فترة لمستقبل الأرض، قالوا إنه الطب مهنة مهددة بالاندثار، لكن الأطباء ردوا بالكلام اللي قلتيه إنه لا، بضل بحاجة دائماً أي جهاز متطور طبي لعنصر بشري واحد. هو في بعض الحرف أو المهن الأخرى اللي ممكن إنه ينغنى عن الإنسان فيها من خلال الروبوت أو الذكاء الاصطناعي، ولكن الطب لا، هو بحاجة إنسان على الأقل ليقود العملية الطبية. أما هلا خليني أسألكم، قديش أنتم أشخاص ممكن تتأثروا بالمحيط اللي حواليكم، إن كان رفقات ولا كان بالعائلة ولا كان كأقارب؟ هي برأيي يعني حسب درجة الإحساس والمشاعر عند الإنسان. إذا كانت أحاسيسه جدا مرهفة ممكن إنه يتأثر كتير. أنا بالنسبة لي كتير بتأثر بي حتى بالنظرة يعني. صحيح. وأنا أيضا وكتير بحب أي قبل الإقدام على أي خطوة إنه أستشير كل الأشخاص اللي حوالي وباخذ برأيهم كمان. على هاي الناحية الشعورية، طبعا على ناحية الأكل، قديش رفقاتكم بيأثروا عليكم؟ هذا الرفيق اللي دائما بيقولنا تعالوا ناكل، شو بدنا ناكل، ليش ما أكلتوا؟ هلا انا كل ما قال ابراهيم نوصي على، كل ما اشوف ابراهيم عم نوصي على اكل فبوصي معه. وانا هي احد المشكله بالقناه. هاي الفكره انه اساسا الرفقات والمحيط اللي بيكونوا حوالينا هن الاشخاص ممكن يكونوا مضرين بالنسبه لنا اذا ما شغلنا عقلنا شوي بهالناحيه بالذات ناحيه الاكل. الاشخاص يلي منقدرهم او منعيش معهم بشكل مستمر هن الاشخاص هن عباره عن دائرتنا الاجتماعيه اساسا. لهيك استهدفت دراسه بعنوان دراسه فارمنغهام للقلب تاثير الدوائر الاجتماعيه منذ اربعينيات القرن العشرين لحديت هاللحظه طبعا عن اجيال سكان هالمدينه، وتبين معهم انه الاشخاص يلي بيكونوا اكثر عرضه للسمنه هن الاشخاص يلي عندهم فرد من أفراد مجتمعهم أو الدائرة الاجتماعية تبعهم سمين، فهنا بيتأثروا فيه يعني عنده درجة بدانة عالية. طبعا بتكون الفرصة بازدياد فرصة زيادة البدانة والصحة والسمنة بنسبة 57% إذا كان صديق مقرب، أما إذا كان واحد من الأشقاء أو من العائلة ف 40%، أما إذا كان زوج فالتأثير هون أقل 37%. طبعا هذا التأثير بيزيد إذا كان الشخصين من نفس الجنس، يعني مثلا فارس وإبراهيم اللي عم يقول إبراهيم بيطلب بيرجع بيطلب معه فارس بغض النظر جوعان ولا ما جوعان. طبعا هذا الموضوع بيرتبط بمشاعر قوية من هالجنسين طبعا. وفي كمان شغلة العلاقة بالصداقات غير المتكافئة، عطول منلاقي في علاقات بتقول أنا بحبه أكثر ما هو يحبني، أو والله أنا متعلق فيه لرفيقي أكثر ما هو معلق فيه. فالشخص يلي متعلق أكثر هو كمان أكثر عرضة للتعلق بالأمراض المعدية اللي إلها علاقة، طبعا هي أمراض غير معدية من ناحية تصنيفها، يعني مثل القلب مثل السرطانات وغيرها من الأمراض يلي ناتجة عن البدانة، ولكن البدانة هي بذات نفسها أمر معدي. طبعا في أمور عديدة معدية كمان مثل التدخين، مثل طبعا النشاط البدني، تناول الكحوليات وغيرها من النشاطات يلي ممكن الشخص بمجرد ما محيطه عم يعملها يصير بده يعملها. مو غلط يعني إنه يكون في عدوى بالموضوع، بس تكون عدوى إيجابية يعني. تماماً. بس بالأكل فارس. تماما. هلا صارت البدانة مرض معدي، صار لازم تهتم بنظامك الغذائي ونظام الغذائي تبع فيها. تمام. طبعا أكيد. هلا حنحكي عن الفترة الأخيرة من السنة يلي بتكون بنهاية السنة يلي أغلبها بيكون في إجازات، بيكون فيها عطل، ففي بعض الأشخاص بيحسوا بشعور تبع إنه البحر مالح والدنيا مصالح وبأي حال أتيت يا عيد، تبع هي حالة الكآبة يلي بتصير. تمام. طبعا إذا كنا من هدول الأشخاص يلي بيعانوا من هي الحالة، حالة الكآبة فينا نسميها، فهنن بينتموا لمرض سموه العلماء بأنه هو اكتئاب الإجازات أو اكتئاب ديسمبر. اكتئاب ديسمبر أو اكتئاب الإجازات اللي بيجي بآخر السنة، فبيحتار الواحد شو بده يعمل، بينكفئ على نفسه، بيفتح بس مواقع تواصل اجتماعي، فبهالحالة هو صار تحول لحالة انطوائية وزادت نسبة الكآبة. طبعا نسبة الكآبة الموجودة عنده هو بالفترة البدائية ما بيكون حاسس فيها أنه هي كآبة، بيفكر أنه هو شعور طبيعي عم يمر فيه، ولكن فعليا هو لازم ينتبه له كتير منيح. وبتشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى أنه واحد من كل خمس أشخاص بإقليم الشرق المتوسط بيعاني من الاكتئاب يلي طال أكثر من 300 مليون شخص حول العالم. وطبعا ارتفعت معدلات الإصابة بأكثر من 18% من عام 2015 حتى عامنا الحالي، والسبب طبعا لما تشهده المنطقة من نزاعات وأيضا خلافات، وفينا نقول كمان أزمات إنسانية، موجات من النزوح وغيرها يلي ممكن تصيب الشخص بطبيعة الحال بمجرد متابعته بالكآبة. طبعا مواقع التواصل الاجتماعي إلى أثر كتير كبير على هذا الموضوع، لهيك نحن دائما لازم نكون قدرانين ونقود
مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة تكون إيجابية علينا، لأنه بيستدرجنا على الانطواء، بيستدرجنا على عدم التواصل الفعال بشكل مباشر مع الأشخاص يلي حوالينا. لهيك قدر الإمكان حنكون محافظين على حالنا من مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة إيجابية. طيب يعني ما في ضمن الدراسة مثلا تصنيف ما بين الذكور والإناث من هم الأكثر كآبة؟ لا ما في تصنيف، هن عاطين الرقم بشكل عام انه حوالي 300 مليون شخص حول العالم مصاب بالكآبة. لانه بحس انا انه السيدات هن اكثر عرضة للإصابة بالكآبة. مين السبب بيكون؟ ما بعرف. الاكتئاب هو مرض العصر على كلين، الله يبعد عنا كل مسبباته، خاصة بهالأيام الأولى من السنة اللي عم تشهد أحداث مأساوية بمختلف أنحاء العالم. صحيح. دائما خلي نظرتنا إيجابية، ودائما خلينا هيك نتفائل، والأمل دائما موجود. أنا بدي أتشكر كتير لمجدولين على الأخبار يعني الخفيفة الحلوة يلي زودتنا فيها لليوم. شكرا لك مجدولين، وأهلا وسهلا فيك. شكرا لك مجدولين. اليوم عنصر الصحي طاغي على البرنامج، ونحن تصدنا يكون موضوع سرطان الثدي، لكن هلا بدي احكي عن متوسط عمر الانسان يلي هو وفق ما حددته منظمات الصحه العالميه 71 عام. طبعا بيختلف المتوسط بين عام واخر، لكن هل سبق وسمعتوا عن قبائل بتعيش اكثر من 100 عام، قبائل تستمر عندها فتره الشباب لحوالي 90 و80 سنه، اما نساء فبتضل تنجب حتى عمر ال70. طبعا هي اللي عم يحكي عنها فارس هي قبائل الهونزا. مو بس هيك، كمان هي القبائل ممكن غير موضوع الانجاب، يعني مواضيع اكلهم كثير بيحافظوا عليها، كثير فيجيتيريان هنون، وايضا كل شيء ممكن ياكلوه حتى لو كان حيواني بيكون مصفى وبيكون معد بطريقه جدا صحيه، بما انه عم نحكي عن الصحه بالحقيقه. صحيح صحيح. خلونا نتابع سوا هالتقرير حول قبائل الهونزا. قبائل الهونزا بتعود أصولها لأحد جيوش الإسكندر الأكبر يلي ضلت طريقة من مئات السنين، فقدنت جبال هيمالايا الضيقة بالقرب من باكستان، وبيحكوا لغة البروشيسكي. ما بيتجاوز عدد قبائل الهونزا 90,000 نسمة، لكن معدل أعمارهم بيصل للـ 150 سنة، وبالطول فترة الشباب عندهم للـ 100 سنة. أما النساء فعندهم القدرة على الإنجاب حتى 70 سنة. تعرف العالم على قبائل الهونزا عبر حادثة حصلت بالقرن العشرين بمطار لندن، لما قدم لهم رجل من الهونزا جواز سفر بدل على أنه عمره حوالي 60 سنة، لكن شكله بيوحي أنه عمره 30 سنة. فأتلت الحيرة رجال الأمن وسألوا الرجل عن سره، وجاوبهم: أنا من شعوب الهونزا. كلمة الهونزا تعني المتحدين بجبهة واحدة كالسهام، وبتتبع هي القبائل أساليب بسيطة وبدائية لحد ما بممارسة حياتهم اليومية، وعندهم القدرة على التحمل الغير عادية أو المعتادة عند البشر. فالرجل عندهم بيقدر يمشي بنهر جليدي عاري بفصل الشتاء، لأنهم بيستحموا بالماء البارد حتى بأكثر أوقات السنة برودة. بيصير أهل الهونزا يومياً حوالي 15 كيلومتر، وبيمارسوا رياضة اليوغا، وبيعلوا من قيمة التأمل وفوائده على العقل والجسد والروح، وما عندهم صناعة أو تجارة بتمدهم بالأموال، لهيك بيعيشوا على المعونات المالية من المنظمات الدولية. بتاريخ شعوب الهونزا ما مرض حدا منهم بأي أمراض العصر كالسرطان، السكري، البدانة، أمراض ضغط الدم وعسر الهضم الوهمي، لكن يوجد علة صحية واحدة وهي اضطرابات العين، وبتسببها أدخنة النار الناتجة عن الطهي. بيتمتع شعوب الهونزا بالصحة جيدة لأنهم بيصوموا لمدة 7 أيام متواصلة خلال الربيع عن كافة أنواع الطعام، وما بيتناولوا غير العصائر والمياه. أما باقي أيام السنة بيتناولوا حبات المشمش المجففة والمكسرات وزيوتها. وتعتبر الألبان والأجبان مصدرهم الأساسي للبروتين. ما عرفوا قبائل الهونزا طعم اللحوم ولا الملح أو السكر ولا الخبز، وما وصل إلهم من الأساس أي وجبات معلبة أو الحلوى مثل الشوكولا مثلاً، فجميع وجباتهم من الخضروات والفواكه.
عزال قبائل الهونزا عن العالم ما منعهم من التعليم والثقافة، تجاوزت نسبة التعليم عند قبائل الهونزا أكثر من 70%. طبعا ومثل ما شفنا يعني بالنسبة للحمية الغذائية اللي كانوا متبعينها، بنتمنى كل سكان الأرض يعني يتبعوا هاي الحمية لحتى يحافظوا على صحتهم لفترة طويلة وعلى حياتهم أيضا. طبعا بالنسبة لأمراض السرطان أو المرضى السرطان، حكينا بفقرة زخارف عن موضوع الحمية، ففي بعض الأطباء بيقولوا لك أنه أنت بفترة الحمية لازم تركز على أكلات معينة وتمتنع عن أكلات أخرى، لازم تركز على الرياضة أو تمتنع عنها. هاي الأقاويل كلها والتفاصيل رح نحكيها مع الدكتورة المختصة بالدم والأورام الدكتورة نورس جعفر، صارت معنا بالستوديو دمسكو. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، يسعد مساكم. أهلا وسهلا فيك دكتورة، وشكرا لوجودك معنا ضيفة بالستوديو. دكتورة، بحلقة اليوم من لحظات كان معنا صبية زميلة رشا اللبان انتصرت على سرطان الثدي، تحدثت عن تجربتها، تحدثت كيف انتصرت بقوة الإرادة بدعم الأشخاص اللي حواليها. اليوم مريض السرطان، ليش في ناس بتشفى بشكل سريع بعيدا عن موضوع الكشف المبكر اللي حنحكي عنه بعد لحظات، قديش مهم الإرادة، قديش مهم الدعم النفسي بهذا الموضوع؟ هذا أهم موضوع نحن لازم نحكي فيه، هو الدعم النفسي والإرادة اللي هو لازم يتحلى فيها المريض. نحن المرض لما نحن بنقول انه مرض السرطان، كلياتنا بصير في عنا حاجز من الرعب. صح. لانه نتخيل انه ما في له شفاء، نتخيل انه نحن اذا كشفناه فحياتنا انتهت. لا، نحن لازم مع الكشف المبكر ونعرف ونكشفه بالمراحل المبكرة، فنحن هون حيعطينا إرادة كتير أكبر وتصميم أكبر إنه نحن في نسبة شفاء كتير كبيرة، وفي نسب وصلت لل 90% و 95%. هالنسبة ما قليلة لمرض يعتبر من الأمراض اللي أدويتها كتير صعبة ومتعبة للجسم. فدائما أنا بنصح بشغلة إنه حتى المرافقين اللي مواكبين للمرضى انهم يكون عندهم هن الإرادة الأقوى، بحيث انهم يدعموهم نفسيا، بحيث انه ما يحسسون انه هن مرضى. بالعكس، نحن بناخذ الدواء تبعنا، بس انت بدك تمارس حياتك بشكل طبيعي، لانه انت بالنهايه هالدواء حتاخذه لفتره محدده، بحيث انه نحن نسبه الشفاء حتكون كبيره اذا كان في دعم نفسي. وبصراحه في مريضات كثير كان عندهم اراده كثير كبيره انه هن بدهم يتغلبوا على هذا المرض، وفعلا حققوا نتائج كثير. هذا الموضوع لطيفة. دكتوره نورس، يعني بالنسبه للدعم النفسي، حضرتك مو اختصاصك دعم نفسي، ولكن يعني ممكن انك تعطينا شويه تكنيكات واساليب وحيل ممكن يتبعها المرافق لمريض السرطان حتى يقدر يعطيه الجرعة من الدعم النفسي المناسب لينتصر على المرض. هلا حتى نحن كأطباء غير إنه المرافقين، نحن كمان أحياناً عم نساعد المريض وعم يكون إلهم في إلهم دعم نفسي، لأنه هن لما عم يجوا لعنا ونحن مع في بعض المرضى بيحبوا الأهل إنه ما يخبروهم. صحيح. فنحن نجيهم بأسلوب تاني إنه نحن دوانا بده يكون شيء وقائي منشان ما يتحول لا سمح الله لمرض السرطان. نحن لازم نتغلب عليه، نحن لازم ناخد أدوية محددة. هلا التعب ممكن يصير حتى لو أخذنا دواء الالتهاب، فهذا ممكن إنه مثله مثل غيره. المرافقين هدول لازم كمان ما يتأففوا من المريض، بالعكس لازم انه اذا طلعوا مشاوير ياخذوا معهم، اذا قاعدين على التلفزيون يقعد يتفرج معهم، مو انه عزلوه بغرفه لحاله. اذا هو المريض بحد ذاته كان منعزل وكان منغلق على نفسه وكان جدا بالتعبير يعني راسه يابس ما عم يتجاوب مثلا، شو التكنيكات انا قصدي النفسيه اللي ممكن نحن بدنا نحاول نتحاور معه، نحكي معه، نقول له نفوت معه على الانترنت مثلا، هو شو بيحب نحن نخلق له الجو حتى جوات الغرفة اللي هو بده فيها. مثلا هو قاعد بالغرفة ما بده يتفرج على شيء ولا بده يسمع شيء، طب أنا ممكن فوت أقعد جيب معه صحن الأكل وأقعد أكل أنا وياه، هون شوي ببلش يأكل. قل له مثلا حابب يطلع، مثلا هو بتحب يتفتل بالحديقة أطلع أنا وياه، حابب يمشي تحت المطر أوكي، بس أنه بدنا ندير بالنا من البرد أكثر. حابب يروح يمارس الرياضة ما بنمنعه، بالعكس ممارس الرياضة كمان بتقوي جسمه بتعطي نشاط حتى لتكاثر الخلايا وحتى لمناعة جسمه. نحن حتى مثلا إذا قاعد معنا ما أنه نتأفف نقول له لا صحنك لحالك ومعلقتك لحالك، لا أبدا، بيتشارك معنا بكل شيء، ندمجه بكل شيء. حتى إذا بده يتفرج على برنامج ما بنقول له لا ما في تتفرج عليه أو أنه نخفي عنه هذا الموضوع، لا اقرأ وتفرج وشوف، حياتك طبيعية. فقط هالدواء أنت اللي عم تاخده هذا بالوريد أو حب، نحن هو ممكن نتعب منه شوي، ممكن أنه نتضايق منه شوي، حناخد أدوية بحيث نحن ما نتضايق منه. طبعا. ولا ننزعج منه. دكتورة بدي وقف عند موضوع أنه نخبر المريض أو لا، مثل ما بنعرف هون الغالبية بيقولوا ما بدنا نخبر المريض ما بيعرف المريض لا سمح الله للمراحل المتقدمة. ببعض البلدان الأوروبية فوراً عندهم توجه أنه هن بيخبروا المريض بشكل مباشر وبيصارحوا وبيقولوا أنه هذا الشيء هو دافع لحد خليه يعرف أنه ما هو مريض ليقدر ينتصر على هذا المرض.
هلا في جانبين عندهم هن، هلا هن بخبروه لانه عندهم شغله انه هو المريض من حقه انه هو يقرر بده يتعالج ولا لا، فهن عندهم هذا الشق. نحن عنا انه لا، نحن بما انه في مرض موجود نحن طبعا الدواء الله سبحانه وتعالى بعث لنا اياه، فنحن بنبلش بالدواء وبعدين نحن بنشوف الاستجابه والشفاء باذن الله. فنحن هون ما فينا انه نحرم المريض من المعالجه، بس نحن طبعا في عنا شيء عاطفي اكثر من الساكنين برا، فنحن بنضل خايفين على مريضنا وبدنا اياه انه يطيب، وخاصه اذا كان نسبه الشفاء كبيره. نحن المشكله كمان بمرضانا انه بتلاقيهم هن بس يعرفوا هذا المرض بتلاقيهم دغري نقزوا، ما بدنا نحن الدواء الكيماوي وما بدنا الدواء اللي تكون تمام بسبب تاثيراته الجانبيه. تمام. بس هن ما عرفوا لسه هلا انه صار التاثيرات بلشت تخف. يعني نحن هلا صار في دواء اسمه الدواء الهدفي اللي هذا تاثيراته كثير خفيفه، في الدواء المناعي اللي اجا صار حتى ما عاد فيها التأثيرات القوية اللي كانت مثل الكيماوي، لأنه هذا بس بيستهدف الخلية الورمية بحد ذاتها، ما عاد فيه إنه تأثيرات القاسية اللي كان كنا نشوفها. تمام. بعدين العناية الصحية كلها تطورت، فهون أنا بس بدي أنصحهم إنه ما تخافوا من المعالجة، وكل ما كشفناه بكير كل ما كان نسبة الشفاء كبيرة، وهذا محفز كتير كبير إنه نحنا نراجع الطبيب عند أي عرض نحن بيدي. طيب خليني أرجع معك دكتورة نورس لموضوع المعالجة عن طريق الحمية الغذائية. يقال ويشاع أنه مريض السرطان ما لازم أنه يأكل حلويات، أو الحلويات ممكن تأثر على العلاج أو تأثر على الحالة الصحية بشكل عام، ما مدى دقة وصحة هالكلام طبيا؟ حتى الرياضة كمان بشكل أو بآخر، في ناس بتقول أنه لا لازم يمارس التمارين الرياضية، ناس لا لازم يعتكف على ممارسة التمارين الرياضية. هلا نحن بهمنا بالنهاية أول شيء الرياضة كتير مهمة. هلا انا بقول لك انه الرياضه طبعا حسب العمر، يعني انا مو معقول اجيب مريض عمره 70 سنه واقول له بدك تركض وبدك تمشي من هون، بس لازم يمارس الرياضه ولو له حركات خفيفه. ما انه يعتبر حاله مريض ويقعد بالسرير وانا خلص ما عاد بدي اقوم ولا بدي اقعد. الرياضه كثير مهمه، بتقوي المناعه وبتنشط حتى الجسم، حتى المريض بيرجع بيقول انه هو متحسن. بالنسبه لناحيه الحميه، الحميه نحن في كثير نحكى عليها وخاصه بالنت، في دراسات موثقه 100% نحن انه نحن السكريات لازم نبتعد عنها. لا، السكريات نحن لازم ناكلها بس نحن بالشيء الطبيعي، يعني انا مثلا كاسه الشاي حطيت فيها معلقه سكر هذا الشيء طبيعي، بس اذا حطيت هون 3 معالق سكر فهون صار الشيء مثل اوفر. الشخص السليم هذا الشيء مضر بالنسبه له. بعدين السكريات تعتبر من الاغذيه الاساسيه للجسم عشان اعطاء الطاقه، الغذاء الرئيسي للدماغ، فأنا ما فيني أحرم الجسم من هذا الموضوع. أنا في مريضات إجوا لعندي راجعوني عاملين حمية السكر ما عم يقدروا ياخذوا الجرعة، لأنه أساساً بدهم حدا يحملهم ليمشيهم. صار تمام. صحيح. لا، نحن ما عاد شيء طبيعي، السكر ما نو ممنوع عن مريض السرطان بياكله بس ضمن الطبيعي. حتى نحن بالنسبة للأغذية هلا بيقولوا ابتعدوا عن اللحوم، اللحم فيه نسبة كتير كبيرة من الحديد، أنا إذا حرمته لهذا المريض من اللحمة فأنا هون صار بدي أعوض الحديد بالأدوية، بدي أجيب فلاكونات أسرب له إياها بالوريد وأعطيها، طب أنا ليش لعرضه للشيء اصطناعي وأنا في يأكله شيء طبيعي بشكل طبيعي؟ بس أنا ممكن أني أقول له أنه ممكن أنت بدك تخفف من الدهون من الدسم المشبع، هدول أنا بدي بعيد عنه لأنه في إثباتات كتير كبيرة أنه ممكن تأهب لنا إياهم للسرطان. بس أما اللحمة لازم يأكل لحمة بمقادير طبيعية، الفواكه كتير مهمة. أنا إذا بدي بحبش على كل نوع هتقلي انت الفواكه فيها هرمون، الخضره فيها هرمون، صحيح، بس كله بشكل طبيعي. صحيح. انا هيك ما عاد فيني اكل شيء، حتى في حميات عم يقولوا بدي اللبن ما اكله والجبنه ما اكلها، طب انا شو بدي اكل؟ كله لازم ناكله بشكل طبيعي. أكيد. كله بشكل أكيد. طبيعي نرجع للطبيعه وهو كله بيجيب لنا السلام. قبل ما نوضعك دكتوره بدنا نحكي عن موضوع الكشف المنزلي، يعني خاصه عند السيدات بموضوع سرطان الثدي. ما بعرف قديش فينا نشرح الان على الهواء او نحاول نوصل الفكره قديش هو مهم، لانه بتعرفي موضوع حملات التوعية وشهر سرطان الثدي في كتير ناس ما عم بتروح تعمل كشف، فالأطباء بينصحوا بشيء اسمه الكشف بيتم بالمنزل. كيف فينا نوصل هاي الرسالة؟ الفحص الذاتي. الفحص الذاتي هو أهم شيء وأهم قاعدة ممكن نحن نعتبرها كمؤهل إنه نحن نكشف فيه شيء لا سمح الله. الفحص الذاتي بيتم بعد انتهاء الدورة اللي بيكون صار الثدي ما نو مكتنز ما نو محتقن. بعد الحمام السيدة بتفحص الثدي الأيسر بإيدها اليمين بحيث إنه تجس كل ربع لحاله، وبعدين عند الحلمة بتجسها وبتعصرها إذا في شيء عم يطلع منها. حست إنه في أكزيما حوالين الحلمة فهون لازم تراجع الطبيب. حست إنه في مثل كتل تحت الأبط كمان لازم تراجع الطبيب.
إذا كان في قصة عائلية في نسبة كتير تأهب إنه يكون في عنا سرطان الثدي، فهون صار نسبة إنه نحنا نعمل الكشف المبكر بعمر أبكر، يعني بعمر 35 إذا كان في قصة عائلية، من فوق 40 إذا ما في قصة عائلية. تمام. نعمل الفحص الذاتي الإيكو ممكن يعمل مرة بالسنة، والماموغرافي ممكن ينعمل مرة بالسنة ويتراقب على أساسه حسب نتائج. أكيد النصائح والإرشادات كتيرة بهذا المرض وغيره من الأمراض نحنا، ولكن وقتنا ضيق وبدنا نتشكرك دكتورة. أهلا وسهلا فيك دكتورة نورس جعفر المتخصصة بالدم والأورام، كنتي معنا وحكينا عن الحمية الخاصة بأمراض بمرض السرطان. أهلا وسهلا فيك. أنا بتشكركم كتير وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا لك وأهلا وسهلا فيك. والسلام للجميع. شكرا. أما هلأ مشاهدينا رح نتعرف بفقر الذهب على قامة سورية كلياتنا بنعتز ونفتخر فيها، وكان لها بصمة خاصة وهوية بصرية خاصة مستحيل حدا يقدر يقلدها. رح نتعرف على هالقامة السورية من خلال فقر الذهب، منتابع. ممثل سوري مخضرم من أصول كردية، ولد بحي ركن الدين الدمشقي، أطلق عليه الشاعر محمود درويش لقب أنتوني كوين العرب. بعمر 8 سنوات اكتشف أنه مولع بالرسم، أما بعمر 10 سنوات بدأ يتردد على مسارح دمشق السبعة مثل مسرح النصر والرشيد والأندلس. أدى بطولة عملين مسرحيين من تأليف وأخراج واحد من أساتذته بالمرحلة الثانوية، وبعدها انتقل عام 56 لفرقة المسرح الحر مع توفيق العطري، وقدم بوقتها عدد من أدواره على الخشبة لينتقل بعدها للكتابة والإخراج المسرحي. ومن أعماله بهالمجال بالناقص زلمة وخدام الأكابر يلي أيضاً شارك ببطولتها، وألف مسرحية المجنون يلي للأسف ما أبصرت الضوء بسبب الظرف المادي السيء يلي عانى منه، وخاصة بعد وفاة والده. بعام 65 اختاروا المخرج اليوغوسلافي بوشكو فوتونوفيتش لبطولة فيلم سائق الشاحنة يلي أنتجته المؤسسة العامة للسينما بدمشق عام 66. قدم العديد من الأفلام منها أيام في لندن، الفهد، خير العوج، العار، ليبتعد بعدها عن العمل الفني لمدة 12 عام بسبب مشكلة صحية أصابته بالرئتين. لكن بعد ما رجع تعرض لمضايقات عديدة وما حدا دعاه للمشاركة بأي عمل. بأواخر سبعينيات القرن العشرين وقف معه الفنان طلحت حمدي ليرجع مجدداً للعمل، ومن هذاك الوقت ولحد وفاته ما انقطع ظهوره على الشاشة السورية، وصار خلال وقت قصير نجم ورقم صعب بالفن السوري. قالت لي إن مفيد عم يعذبك شوي. شوي؟ قول عم يطالع روحي، عم يعيفني حياتي، عم ينعل سلسفيل أجدادي. إلهي إلهي يبجعني فيه ويريحني منه يا حق. اشتهر بتماهيه مع الدور والحرص على تقديم أفضل ما عنده، وبالسينما قدم العديد من الأفلام منها الليل الطويل ودمشق مع حبي. خفت يا فتنت، واحد منهم كان حمدو ابن أبو حمدو ابن ضيعتنا، كان متشنج كتير، خرطش مرتين تفو راسي. توفي الفنان السوري خالد تاجا بدمشق عن عمر ناهز 73 عاماً بعد صراع طويل مع المرض. وبفقر الذهب بنختم حلقتنا معكم لليوم، وبجدد اللقاء أكيد ودايماً بالحلقة القادمة. طبعاً للأسف وقتنا خلص، ولكن مثل ما قال فارس يعني في كتير عنا لسه مواضيع وشغلات مفيدة ممكن نكون معكم فيها بالحلقات المقبلة. بس لا تنسوا تتابعونا على مواقعنا التواصل الاجتماعي إنستغرام وفيسبوك ويوتيوب، وأيضاً موقعنا عبر الويب سايت. تابعونا وظلوا بخير، إلى اللقاء. باي باي.